مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. مشاهدينا الكرام، عدد كبير من المغاربه تبعوا معنا القصة ديال أم خديجة، 73 سنة من هولندا، 37 سنة وهي في هولندا. كتب لها ربي جوج وليدات اللي تنوي رأي لهم أكثر في الموضوع، عبد الله وكريم. كريم كاين في هولندا، عبد الله من كبر بغي يتزوج، خلى الإذن من عند أمو، قال لها باركات ليه، قالت لي الله يسخر، جات معاه تزوج. من بعد مدة الزوجة ديالو وهي حاملة، قال الأب ديالها مريض، قالت لي نمشي نشوف با، لم يتوانى ولو لحظة أنه أزرى ويساندها من شية من النبلاء. مشى معاها، ملي مشى معاها لمراكش ما بقاش بان، والأم في حيرة من أمرها. هاكا تناولنا القصة في الأول. عدد كبير من المغاربة الله يرحم لهم الوالدين، الجالية المغربية، الناس في الداخل في الخارج، الكل يبحث فينا هو عبد الله. آخر في الفيديو تكلمت على جنود الخفاء، هو السي جمال 62 سنة. شكون هو جمال اللي حدايا؟ هو راجل اختها تضحي بالغالي والنفيس من أجل أنه يلقى عبد الله. وضعت رقم الهاتف ديال العائلة، جمال كان كيتواصل مع المغاربة، وخديجة حتى هي اللي هي الأم عبد الله معاه. غادي نشوف معاه الموضوع. السي جمال وضعنا الفيديو، كيطيطوا لك الجالية، الناس كلشي مشوي على عبد الله. فينا النقاش ديالك مع المغاربة وشنو النتيجة اللي وصلتوا ليها الآن؟ السلام عليكم. من بعد لونسا الفيديو قا واحد التضامر كبير مع المغاربة، جميع المغاربة داخل المغرب وخارج المغرب. ومن واحد السيدة كتدرس معايا هي من هولندا، قالت لي بدي هاد السيد راه شفناه في واحد السوق تما ميمون أولا، هذا راه تيشبه ليه، راه شوف كيفاش تواصلوا مع الناس ديال الناظور باش هذا. فعلا بغينا نشوفوا. كنت واحد السيدة تاني في مكناس قالت لي راه بحالو، واحد المتشرد حدا مدرسة كتبغي ديك الليلة تصيفط بنتها، وسكت لي بالليل ما يقدرش، قالت لي غدا أنا بيدي غنمشي نشوف هاد الدري ونصوروا لكم ونجي. وتنشكر المغاربة تما تيتآزروا معنا تيتضامنوا معنا، وتشكروا السي يوسف لانه تا هو دار واحد المجهود كبير، مجهود كبير كبير وبطريقه احترافيه، لانه بغى يوصل للنتيجه. مسكين تتحرك معنا بحالنا واحد من افراد العائله، الله يجازيه بخير، الله يرزقه. وكاين شي وحدين تما تيعيطوا لنا نيمو بريفي، ربما ظروف ما عرفتش، وتيقول لنا ودير عندنا شي معلومات راه شافوه بس في التصاور، كما تنستناو واحد الان ما صيفطونا حتى شي تصويره. الله يجازيكم بخير، راه هذا العمل هذا راه تقوم به، راه اجركم عند الله، راه اجركم عند الله، راه يحتسب عندنا وعندكم وعند الله وعند السي يوسف اللي وقف معنا بحرقه. الله يجازيكم بخير، عاونونا عاونونا وزيدوا عاونونا، راه عندكم اجر كبير عند الله، راه حنا تنتالموا عايشين، راه موت بكي يوميا بحال الجنازه، راه تصوروا هذا الشيء. كل واحد يقولنا فين وفين نمشي، بغينا نمشيو، ولكن على الاقل عاونونا غير صوروه لينا باش نتيقنوا باش نمشيو. راه مستعدين دابا نمشيو الناظور، نمشيو فين ما العيون فين ما نمشيو، ولكن نتيقنوا مازكم بخير، ربما كاين تشابه. ونعاون هذه الامه اللي راه مسكينه مريضه ما بقاتش عاقره، تسخف لينا لا اله الا الله محمد رسول الله. الله يجزيكم بخير، هذا عمل انساني، الله يجزيكم بخير، وتنقدركم على المجهودات وعلى التضامن ديالكم، الله يجزيكم بخير. عندي معك سؤال اخر سي جمال، وكنشكرك انت راجل اختك، وهذه كتعتبر اختك، انت راجل اختها وكتعتبر خوها، ودرتي مجهود، ولكن من شي عام 62 سنه تبارك الله درتي مجهود. قبل ملي كنتو كتمشيو لمراكش وكتقلبوا وتعشتي معاهم هاد التجربه هادي، شنو الخيوط اللي كنتو توصلوا لها؟ والو فعلا مشينا لمراكش وتمشي عند الشرطه تما، مشكورين بهذا المنبر تما تيقوموا بالواجب في الحقيقه، وتنحاولوا نقلبوا على الدري ما خلينا فين مشينا بدون مجدوات. تيقول لنا هو في بنكرير، هو في سيدي بوعتمان، هو في امزميز، هو ما لقينا والو الدري، الجرعه دي ما لقيناش فعلا. وتنطلبوا من الناس تاهما تيشدوا تصاور تيشاركوا معنا تيبارطاجيو معنا، الله يجازيهم بخير. وراه لحد الان دائما تنمشيو ونجيو نمشيو ونجيو نمشيو ونجيو، تيقول لك راهي في ذاك النواحي عينا ما نقلبوا، ولكن بدون جدوى بدون جدوى. الله الزوجه ديالو كتفاعل معكم السي عبد الله؟ لا قلت لك السي جمال سمح لي عبد الله هو اللي كنقلبوا عليه، انا راه ساكن لي عبد الله دابا خصو يتلقى. الله يجازيك بخير، عارفك راه عايش معنا هذا المشكل هذا، الله يجازيك بخير، تنشكرك وسمح لنا على العذاب، الله يجازيك بخير، هذا واجب فوق الواجب. شكرا شكرا. ما عمرها بقات اتصلت بينا ما والو، فعلا عمرها اتصلت بينا، تنشوف ما تدير حتى شي مجهود من طرفها،
ما عرفت علاش، ولكن الله يهدي ما خلق وصافي، ونتمنوا من الله نشاركوا كاملين جهد وكاملين باش تلقاو عبد الله. هذا هو المهم، الاساس ديالنا كاملين. الله يجازيكم بخير، لا نتوما ولا عائلته ولا اي واحد تيشارك معنا من قريب ولا من بعيد باش نوصلوا لهذا الدري هذا. الله يجازيكم بخير. الله يوفقك يا ربي. مشاهدينا الكرام، اللي تنور راي العام اكثر في موضوع فيما يخص الناس اللي ما تبعوش القصه من الاول. عبد الله ملي تزوج بهذه السيده من مراكش، جا تزوج بها، داروا خطوبه، داروا عقد، داروا الامور، الام كانت حاضره. من بعد الزوجه ديالو كانت حامله، في الوقيته اللي اختفى عبد الله هي حامله، ولدات، رجعت لهولندا، دارت الوريقات لولدها، قادت امورها، اللهم بارك، هذاك الشيء حقها هذاك انه دير الاجراءات. ولكن نفس السؤال طرحناه في الفيديو السابق، واحتراما الرأي العام اللي ما تبعوش القصة، كان لها قرار فيما يخص الابن ديالها اللي من عبد الله اللي سماته عبد الرحمن، انه عبد الرحمن عمرها تعطيه لجدها تشوفه، ما عرفناش علاش. هذا الشيء قالته الام، على الاقل كتقول لك انا مشى لي وليدي عبد الله ما شفتوش، بغيت نشمها ريحته في ولده، تا هو ولدي. وحنا نعلم جيدا هذه المقولة كتقال، تيقول لك ولد الولد تيكون اعز من الولد. هذا بين قوسين، والرأي العام متتبع معنا القضية، وما يهمني يا ربي أننا نتوفقوا نلقاو عبد الله. سي جمال الله يوفقك. غادي نشوف خيوط أخرى مشاهدينا الكرام، غنشوف الأم مهمتي تتواصلوا معكم الناس البارح وكتسمعي شفناه. إحساسك؟ إحساس ديالي ملي كنسمع المشاهدين اش كيقولوا، ما نكذبش عليكم أخوتي المغاربة، والدعوات ديالكم كنفرح كنفرح، وفي نفس الوقت كنتسنى نسمع راه ولدك قريب، راه ولدك هنا، راه ولدك هنا. واللي كنطلب منكم الاغلبيه كيقولوا شفناه، بغيت هادو اللي كيقولوا شفناه يصوروه ليا، حيت كيكون الغلط وما نقدرش انا نمشي لشي بلاصه بعيده وهو ما كاينش. هذا هو الطلب ليكم، وكنشكركم بزاف، كتفاعلوا معايا وكتحسوا بداكشي اللي كنحس به انا، واكثر يا الامهات كتقول يا رانا ام، رانا كنحس بداكشي اللي كتحسي. ومن غير هادشي انا فرحت بيوسف، وكنقول البارح لولدي كريم اللي في هولندا، راه لقيت واحد الصحفي ما شاء الله يوسف، وراه درت معاه واحد النداء، ولكن وليدي ما بغيتكش تشوف هذا الفيديو حيت بكيت فيه. قال لي ماما لا ما تصيفطيش ليا، ما تصيفطيش ليا، ما بغيتش نشوفه، ما بغيتش نشوفه. انا فرحانه بيوسف، بغيت نوري زعما الخدمه ديالو، ولكن هو بزاف عليه باش يشوف دموعي، هو بوحدو تما بزاف عليه باش يشوفني انا كنبكي، كنبكي انا دغيا كنقطع معاه باش ما يسمعش البكاء ديالي. دابا انا راه حايره، نبكي على عبد الله، نبكي على كريم بوحدو. انا كنطلب منكم ديروا مجهودكم معايا، تقلبوا معايا على عبد الله، انا كنطلبها منكم. انا عارفه المغاربه كرماء ما شاء الله، المغاربه ديالنا زوينين في مكانه، في الخارج ولا في المغرب كرماء بزاف. انا اللي جربت، انا اللي كنعيش برا وكنشوف كيفاش كيديروا الكفار، وكنشوف المسلمين، كنقول يا ريت يا ريت يا ريت نعيش في المغرب مع المغاربه كما باغي وليدي يعيش في المغرب. يا ريت نلقى عبد الله وليدي، نعيش معاكم انتم الكرماء، انتم الزوينين، وهو يوسف معايا وقريب ليا، نبقى معاكم ان شاء الله. يا ربي تجيب ولدي. انا عجبني بزاف هذا المنظر ديالكم، وهذا التعاطف ديالكم، وهذا الرحمه ديالكم، والدعاء ديالكم. هو باش نعس البارح، هو باش ارتحيت البارح، كل شيء كيدعي معايا، كل شيء كيرحمني وكيرحم دموعي. انا غنشكركم بزاف بزاف، وبغيتكم تزيدوا ديروا النشر ديال هذا الفيديو، ديروا النشر في اوسعي في اوسعي في اوسعي المغرب، في أوسعي المغرب، المغرب ديالنا كبير. الله ينصركم، الله يعاونكم، الله يحفظكم، والله يفتح عليكم باش ما بغيتوا ان شاء الله. انا دعواتي معكم كما كتدعوا معايا، انا كندعي معكم، واجركم عند الله، اجركم عند الله مسموع، مسموع ان شاء الله مسموع. وشكرا للجميع، وشكرا للجميع، والله يقوي من امثالكم، والله يقوي من امثالكم، من مثال يوسف، يوسف ما شاء الله. كل شيء كيقول لي عيطي على يوسف، عيطي على يوسف، يوسف غادي يجبد لك ولدك في المكان. الله يرضي عليه، الله يحفظه وينجيه، هذه موهبه عطاها ليه ربي، كيخدم بالقلب
قلب وكيخدم بالعروق ديالو وبالشعور ديالو وبالعرق ديالو. الله يحفظه، الله يقوي من امثاله، الله يقوي من امثاله. الله يسترك امك، الله يسترك يا ربي. الله يسترك. شكرا. الله يسترك. الله ما عرفتش عن كل كسي جامل. لا اله الا الله. مشاهدينا الكرام، الله العظيم الى شرح الواضحات من المفضحات، التعبير ديالها واضح، كلامها واضح. ارجوكم لوجه الله عز وجل ناخذوا التحدي بيناتنا، كل من ساهم من اعلاميين من يوتيوبر ذكورا واناث، اننا كما لقينا اكرم تبعتوا معنا في قنيطرة، امر من الله والدعم قوه المغاربه، وتحقق في الاخير الام ديالو وليدها بين بالاحضان ديالها، نحققوا لهاد الام. هنا غادي ندقق في الموضوع فيما يخص الاتصال اللي جا من الناظور متتبع الله يجزيها بخير، هي كاينه الان في هولندا، وعطينا الصور وقالت لك مأكده بالله هو، والذكاء والدهاء ديالها شنو اللي غير فت انتباه، انه كتسمع الطريقه، قالت لك ملي كانت واقفه حداها الطريقه بعض المصطلحات كيقول بالهولنديه. نعطي نموذج، حنا الا تكلمنا في الهاتف اول كلمه كنقولوا بيناتنا هي الو، في هولندا كتسمع ياه بعض الكلمات وسمعت مصطلحات بالهولنديه. الا كانت الصوره كتقول هو، الا كان الكلمات كينطقوا بالهولنديه، اليس نحن عن قرب من المعني؟ ارجوكم لوجه الله الناس ديال الناظور، ارجوكم بارطاجيو هذا الفيديو على نطاق واسع، هذا تحدي خديناه الى باقي في الدنيا نلقاوه، اللي لقاه وربط الصوره بنفس الطريقه اللي داروا الناس في مراكش في اكرم، اقرب دائره امنيه يخبر رجال الامن، والهاتف واضح ديال العائله، والعائله دايره الاجراءات في مكان الاختفاء ديالو في مراكش. وهكا عشنا مع ناس مراكش، ولما لا اننا نذكروا بالمجهود الكبير اللي قاموا به رجال الامن في مراكش اللي تلقى اكرم. عندي اليقين اكثر من 100% ان ما غيتواناوش ولو لحظه انهم يديروا الاجراءات واتخاذ المتعين في الموضوع هو اخبار دوي. ارجوكم ناس ديال الناظور، وكذلك الناس اللي قالوا للعائله انه شفنا بعض المراكز يقدروا فيها، لانه ممكن في هذاك الوقت داز عليه اعتقد شهر او شي حاجه من هذا القبيل، يقدر يكون تحول من ديك المدينه. كاين في مدينه اخرى اصحاب المراكز الاجتماعيه اللي شاف الملامح ديال هذا عبد الله يربط بين الاتصال او ياخذ ليه صوره. ارجوكم بارطاجيو هذا الفيديو على نطاق واسع، كلمات معبره والله العظيم فيما يخص تم ذكر اسمي في الموضوع، انا لا اساوي شيئا امام المغاربه، دوري وسيله الوصل، عن نساهم الصوت ديالي يوصل لكم. يا ربي هاد الام تنتمنى في اقرب وقت نكون كاتب في العنوان خبر جد صار، مي خديجه 73 سنه لقات عبد الله. يا ربي. مشاهدينا الكرام، سوف اضعوا رقم العائله مره اخرى، كل من ساهم او ساعد معنا او ساهم معنا في الموضوع، كل من ساهم معنا في الموضوع يعني ارتبكت شويه ولكن راه الله، ارجوكم لوجه الله نفرحوا هذه العائله. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.